مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا الأستاذ شكري مجولي الإمام والباحث والداعية معنا من هنا، وهو طبعا يؤدي مهمته هنا في لندن. أستاذ شكري، اليوم موضوعنا عن المساجد، كما لا يخفى عليك دورها مكانتها ماضيا وحاضرا. هناك من نسجل انشغالات وملاحظات عدة، خاصة خلال هذا الظرف الذي نعيشه، ظرف كورونا. بلدان المغاربية، الجزائر تحديدا، يقولون بأنه صار فيه تسييس للمساجد، غلق للمساجد في الوقت اللي الناس كلهم في أمس الحاجة لدور العبادة ليتنفسوا. هذا هو الأمر. فكيف ترى دور المساجد الآن في المقاومة، في التوعية، في التحسيس، في التعبئة أو ما إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي عثمان، وحيا الله السادة المشاهدين. المسجد كما ذكرت في مقدمتك الطيبة هو مدرسة علمية يومية متجددة متكررة، يتعلم فيها المسلم كل شيء، النظافة والطهارة والتنزه والفرائض والسنن، وهو مدرسة روحية. والمسجد في ثقافتنا الإسلامية وفي ديننا يلعب دورا محوريا، ولا تقوم أي مؤسسة دونه، ولا تعوضه بأي شكل من الأشكال. نعم، إن مؤسسات المجتمع المسلم تستمد من نورانيته وتتزين بروحانيته وتسري فيها هذه المعاني. ومساجدنا الحقيقة كما ذكرت أنت في عالمنا العربي مع الأسف الشديد أصبح المسجد أسيرا، المسجد أصبح يشكو إلى الله سبحانه وتعالى أن عطل عن أداء رسالته ودوره المنوط به. أتحدث عن دوره الرسالي، عن دوره الحضاري، عن دوره التثقيفي، عن دوره التعليمي، عن دوره في جميع مناحي الحياة. لذلك غيب المسجد عن أداء رسالته وأدواره، وهذا في الحقيقة رأينا هذا مخطط، يعني بدأه الاستعمار واستمر فيه أبناء الاستعمار ومن ورثوا الاستعمار ومن عينهم الاستعمار على بلداننا العربية والإسلامية. حقيقة أنت ذكرت أن فعلا المغرب والجزائر قد شذا عن العالم العربي والإسلامي، فالمغرب والجزائر لا يصلون الجمعة منذ يعني أن أغلقت المساجد في كافة أنحاء المعمورة، ولكن بعد ذلك فتحت المساجد وعاد المصلون إلى بيوت الله يصلون الجمع والجماعات، ولكن المغرب والجزائر شذا عن هذه القاعدة فيصلون بقية الصلوات ولكنهم لا يصلون صلاة الجمعة، مع العلم أخي عثمان أن المساجد هي أكثر انضباطا من كل الأماكن الأخرى. رأينا الأسواق ورأينا المقاهي ورأينا المطاعم ورأينا الناس يعومون على شواطئ البحار وهم بكثافة الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك لم يطلبوا لهم لا التباعد الاجتماعي ولم يمنعوا من السباحة على شواطئ البحار. ورأينا هذا الأمر في فقط يعني هذه عقوبة سلطت على بيوت الله، وحرم الناس من أداء فريضة الجمعة في المغرب وفي الجزائر، وهذا أمر حقيقة يحتاج من هذه السلطات ومن القائمين على الشأن الديني أن يعيدوا يعني ترتيب أوراقهم وأن يعيدوا النظر في هذا القرار الظالم الجائر الذي سلط على بيوت الله وعلى المصلين. طيب، نعود قليلا إلى الدور الطلائعي للمسجد. كما لا يخفى علينا جميعا أن المسجد للمسجد دورا، أن للمسجد دورا طلائعيا حضاريا كما ذكرت، ولكن ماذا عن العلمانيين الذين يسوقون بعض المصطلحات، بعض المفاهيم، أنه لابد من إعادة النظر في مفهوم المسجد، لابد من تقييد رسالة المسجد اليوم لأنه منبر للتطرف، منبر للإرهاب وما إلى ذلك، خاصة السنوات الأخيرة، ولذلك تجد تضييقا أمنيا كبيرا على المساجد اليوم عكس ما كانت عليه في زمان. طبعا الدول دائما التي الحقيقة الدول المستبدة الظالمة
التي هي كذلك كما منعت الحرية عن الشعوب فإنها كذلك منعت حرية المساجد، فالمساجد في بلدان العربية ليست حرة. أما يعني ما أصبح الآن رأينا أن وزراء الأوقاف في بلدان العربية الإسلامية يأتمرون بأمر وزير الداخلية، فهو الذي يتحكم في يعني أنشطة المساجد وفي إعطاء الرخص وما شابه. يعني أصبح وزير الأوقاف أصبح سكرتيرا وعاملا عند وزير الداخلية يأتمر بأوامره. بل رأينا في بعض البلدان أن الخطيب إذا صعد على المنبر فيضعون له يعني 5 موظفين، يعني هناك موظف أمني ويكتبون التقارير ويكتبون كل حرف يقوله الإمام، ثم بعد ذلك ينقلون هذه التقارير إلى يعني جهات أمنية وجهات يعني استخباراتية. وهذا لعمري هو من تعطيل بيوت الله سبحانه وتعالى التي حذر الشرع من تعطيلها وحذر من منع عمارتها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هذه المسألة الحقيقة، المساجد أخي، المساجد هي منها خرج العلماء ونبغ المصلحون ونبغ الأدباء ونبغ الشعراء في عالمنا الإسلامي. والدليل على ذلك الزيتونة كانت منارة للعالم الإسلامي، وجامع القرويين كان منارة للعالم الإسلامي، والأزهر أصبح منارة للعالم الإسلامي، وقرطبة ومساجد في كل بلدان المسلمين كانوا منارة، كما قلت يتخرج من هذه المساجد يعني العلماء والدعاة والمفكرون والمصلحون. من أين تخرج عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى هذا عالم الاجتماع؟ إنما كان تخرج من بيوت الله ودرس في بيوت الله ودرس عن الشيوخ. وهكذا أخي العزيز، لذلك المساجد الآن تحاصر ويضيق عليها وعلى الأئمة، بل أصبح الإمام في عالمنا العربي أصبح مهانا لا قيمة له ولا كرامة له، هو من أحقر الناس عند هؤلاء عند السلطات الأمنية وعند وزارة الأوقاف، على الرغم من أن وزارة الأوقاف في بلداننا العربية والإسلامية من أغنى الوزارات. لو عدنا إلى الحبس أي الأوقاف التي يعني يمتلكها جامع الزيتونة، يمتلك يعني أوقافا يعني تغني الأئمة وتغني الدعاة وتغني الخطباء في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل بلد إسلامي. الآن رأينا المعركة الآن بين الأزهر وبين النظام الانقلابي في مصر، كيف أنه يريد أن يضيق على الأزهر ويريد من الأزهر هذه المؤسسة العريقة العملاقة الكبيرة بتاريخها وبعلمائها أن تصبح تابعة له، وأن يفرغها من محتواها العلمي، وأن يصبح الأزهر مطبلا للنظام لا منبرا ومعلما من معالم الدعوة والعلم. بمعنى ظاهريا فقط المساجد تابعة لوزارات الأوقاف والشؤون الدينية، لكن لو تتأمل جيدا تجد أنها تابعة لوزارات الداخلية. لا يحق للوزير أن يفصل في أمر ما شرعي إلا بالعودة للمخابرات إلى الوزارة الداخلية. أعطيك مثال، وزير الصحة عندنا هو الذي قال ستعود المساجد قريبا ولكن بدون صلاة الجمعة. هناك من تساءل قال ما دخل هذا الشخص في وزارة الصحة يتكلم عن أمور المساجد وهي عند علاقة بوزارة الشؤون الدينية، في حين تجد وزير الشؤون الدينية قال أنه لا عودة للمساجد إلا بعد زوال وباء كورونا. هذا الذي قاله آخر تصريح، ليفاجئ بافتتاح المساجد وهو وزير للمساجد، وزير للشؤون الدينية. إذن من أعلن أن افتتاح المساجد؟ هو وزير الشؤون الصحية، وزير الصحة، وقال ليست هنالك صلاة الجمعة. ربما قالوا الناس ما لا، ربما هو مخطئ، ربما هو تسرع، ولكن ثبت الواقع والأيام أنه فعلا ما قاله بن بوزيد وزير الصحة حدث فعلا. الآن المساجد مفتوحة، مش كلها، بعضها على كل حال، بدون صلاة الجمعة. كما ذكرت من قبل أخي عثمان، نعم، وزير الأوقاف هو أصبح سكرتيرا عند وزارة الداخلية يأتمر بأوامرها ولا يحرك ساكنا ولا يعني
يأمر ولا ينهى، إنما هو كما قلت لك هو سكرتير عند وزارة الداخلية، هي التي تعين الأئمة مثلا في مصر وفي بلدان العربية. كما ذكرت أن الإمام لا يعين إلا إذا يعني جاءت الموافقة من أمن الدولة ومن جهات أمنية أخرى، وهذا فيه تقزيم لدور المسجد، هذا الدور الاجتماعي للمسجد، هذا المسجد الذي كما قلت غاب عن أداء رسالته ودوره، عطلوه وهو يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ظلم القائمين عليه. فالمسجد في بلدان العربية الإسلامية يحتاج أن يتحرر من تسلط الأنظمة ومن تسلط الجهات الأمنية على المساجد وعلى الدعاة وعلى الأئمة وعلى الخطباء. رأينا مثلا في المغرب أن كثيرا من العلماء الكبار قد عزلوا ووقعت إقالتهم ظلما وعدوانا، على الرغم من أن هؤلاء يعني مشهود لهم بالعلم وبالصلاح وبالدعوة، ليسوا لا من الغلاة ولا من المتطرفين، ولا يدعون لا إلى يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم دكاترة وهم أساتذة في الجامعة، ولا على الرغم من ذلك إلا أن السلطات مع الأسف الشديد تعزلهم وتمنعهم من مواصلة رسالتهم الدعوية العلمية التنويرية الحضارية التي تحتاجها هذه الأمة. إن المسجد يا أخي كما هو في ديننا وفي شريعتنا، المسجد له مجموعة من الأدوار، العبادة الروحية والعبادة كما قلت لك يعني أدواره متعددة، ولكنها عطلت في زمان الاستبداد وفي زمان الظلم. طيب ماذا عن الذي يقول بأنه لا لتسييس المساجد، ينطلق من مفاهيم معروفة، لا لتسييس المساجد، لا لتحزيب المساجد، أترك المساجد فقط للعبادة، هي دور العبادة لا أكثر ولا أقل، ليس بذلك المفهوم المؤسساتي بأنه المسجد يؤدي دور حضاري، دور طلائعي، دور إرشادي، توجيهي، توعوي، تعبوي، تحسيسي. يقول لك لا، فقط الإنسان يروح للمسجد يصلي الصلوات الخمس وانتهى الأمر، وعلى الإمام أن يتقيد بما تقول له السلطة، ربما تبعث له حتى الخطبة يخطبها يوم الجمعة، غير ذلك فأنتم تسيسون المساجد وتريدون القيام بدور غير المنوط به للمساجد. هذا أخي عثمان مفهوم كنسي علماني يريد أن يقصي المساجد عن أداء دورها ورسالتها من أجل توعية وتحسيس كما ذكرت أنت المجتمع، من أجل بناء فكر سليم بعيد عن الغلو، بعيد عن المشادة، لا يميل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن هؤلاء الحقيقة إنما يتحدثون أن كيف يعني هل المسجد، احنا لسنا كنيسة، أصبحت الكنيسة الآن، أنت إذا كان شعار أن المسيحية دع لله ما لله ودع لقيصر ما لقيصر، رأينا أن بابا مصر الآن يتحدث عن يخوض في السياسة بالطول ويتحدث وأصبح حزبا سياسيا. يا سيدي كما قال يعني أحد الدعاة أو الشيخ يعني أظن الشيخ عباسي مدني رحمه الله تعالى، قال سياستنا عبادة وعبادتنا سياسة، فنحن لا نفصل بين السياسة والعبادة، بل السياسة جزء من هذه العبادة، وهذا مفهوم علماني مفهوم بعيد عن الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر في بيوت الله، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نجران وهم نصارى في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم كان المستشفى المسجد كذلك كان مستشفى، كان منبرا إعلاميا، المسجد أدى كل هذه الأدوار وكل هذه يعني المهام التي أنيطت بالمسجد. الآن هم أفرغوا المسجد من هذا الدور الحضاري ويريدون فقط أن تصلي في المسجد ثم تنصرف. يا أخي أنا أستطيع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المسجد جعل لكل هذه القضايا الكبرى التي تقتضي من الإمام ومن الخطيب أن يتحدث فيها وأن يخوض في شأن الناس في قضاياهم الاجتماعية والسياسية، طبعا دون أن يميل أو ينحاز إلى طرف يعني، ولكنه عليه أن يذكر الناس، وهي هذه رسالته وهذا دوره الحضاري. المساجد تدع فيها القرارات المهمة
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العهود التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، التي تتعلق بالمصالح العامة، وتتعلق بمستقبل هذه الأمة، وتتعلق بإدارة شؤون الدولة، وتتعلق بالسفراء، وتتعلق بالزواج، وتتعلق بالإعلام، وتتعلق بكل هذه القضايا. فمسجدنا المسجد في الفقه الإسلامي هو أن تتحدث فيه بكل القضايا، وليس حكرا فقط يريدون منا أن لا نخرج من الموضوع، على منا يعني من 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 الحمام أكرمك الله، ومن الوضوع، على الرغم من 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 قيمتي ومن أهمية الوضوء، إلا أن الإسلام نعم نتوضأ ويتحدث عن الصغيرة والكبيرة من يوم أن يولد الإنسان إلى أن يوم أن يوارى التراب. فالمسجد كذلك كان دار للقضاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ويسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم ويجيبونه، وكان يقضي بين الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في صحيحه سماه باب من قضى ولعن في المسجد، ثم قال ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى كذلك شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن رضي الله تعالى إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال لنا بأن المساجد هي لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يمنعنا من الحديث عن كل القضايا في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب شيخ شكري، ماذا يمكن أن نقول عن الأئمة الذين لا ينتصرون لقضايا شعوبهم وتخلوا عن مبدأ النصيحة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النصيحة لله مشهور الحديث، ولكن تراهم يتحفظون عن هذا الدور بحجة أنهم ليسوا أحرارا أو بأنهم يريدون الابتعاد عن هذه الجوانب، يرونها سياسية، لا ينتصرون مثلا لقضايا الشعوب، للحراك الشعبي السلمي مثلا في الجزائر، تجد أن دور الأئمة دور باهت جدا، دور ضعيف جدا، لا ينتصر للشعب ولا يتكلم عن السجناء ولا يتكلم عن القمع ولا يتكلم عن المساجين الذين لم يطلق سراحهم مثلا منذ التسعينات، لا يتكلم عن الظلم المسلط أو الاضطهاد، هذه كلها لا يمكن يتحدث فيها الإمام الآن، إلا طبعا لرؤوس الأصابع يعد هؤلاء الناس، لكن هؤلاء لا مظهر لهم الآن بحجة أنه لابد أن نحافظ على هذا المنصب وأن نغير شيئا فشيئا ببساطة دون ما أن نثير هذه المشاكل كلها، هكذا يقولون. مع الأسف الشديد أخي عثمان، نعم هكذا يعني بعض الأئمة بعض الدعاة مع الأسف الشديد، وهم يعني مع الأسف الشديد يعني هم يمثلون الغالبية العظمى من أئمتي ومن دعاة المسلمين. هذا بسبب إرهاب الدولة أخي، كما قلت لك الدولة تمارس الإرهاب على الأئمة وعلى الدعاة وعلى الخطباء وعلى العلماء. هذا إرهاب الدولة هو الذي جعل هؤلاء الأئمة بين المطرقة والسندان، جعلوهم بين أمرين، إما أن تكون مطبلا تابعا للنظام تدور في فلكه وتقول ما يقول، وإما أن تحرم من الرزق وأن يقطع رزقك، وكما في المثل يقول قطع الرقبة ولا قطع الرزق. هكذا عاملت الدولة بمفهوم يعني مش عارف هذا يسموها الجزرة والعصا والجزرة، العصا والجزر. لذلك الأئمة هم الآن بينها، أنا لا أنا قلت لك أنا في نظري وجهة نظري ليسوا معذورين، ولكن هذا واقعنا، هذا واقع الأمة. لذلك على الأئمة الحقيقة لا توجد حتى نقابات للدفاع عن حقوق الأئمة هؤلاء، يعني كل الوظائف الأخرى لديها نقابات تدافع عنها وعن مصالحها وعن مظالمها وتطالب بحقوقها، إلا الأئمة فلا بواكي عليهم
ولكنني هذا أقول للأئمة كذلك عليهم أن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا هذه الأمانة وهذه الرسالة التي أنيطت بهم. فهؤلاء الأئمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذي بالثلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإن كانت هذه الإمامة أو النبوة أو الإمامة لكننا كذلك نطبقها على الأئمة الذين يصلون بالناس والذين يخطبون في الناس، عليهم كذلك أن يستحضروا عظمة الله سبحانه وتعالى وأن يتحدثوا عن قضايا الأمة وأن يتحدثوا عن هموم الناس وأن يرتبطوا بالناس وأن يحتكوا بالناس. ليس من 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 العار ومن العيب عن الإمام الذي يرى الأمة تقتل ويرى التطبيع ويرى المسارعة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا يتحدث عن جريمة التطبيع. نرى الأئمة هؤلاء الذين يرون الفساد ويرون الظلم والاستبداد، يرون رجلا كالشيخ علي بالحاج يمنع من الصلاة من الجمعة والجماعة ولا يتحدثون ولا يناصرون هذا الشيخ الجليل، يرون مظالم كثيرة ولكنهم يصمتون كصمت أهل القبور، هذا لا يجوز في حقهم. نعم. وهؤلاء سيسألهم الله سبحانه وتعالى. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال قولة شهيرة، قال إذا دخل الإمام إلى قرية فوجد أن الربا قد تفشى فيها وحدثهم عن الزنا فقد خان الله ورسوله. لا يمكنك أن تتحدث عن قضايا فرعية هامشية لا تلامس هموم الناس ولا تلامس قضايا الأمة. نحن الآن نعيش في زمن يعني الحقيقة تكالب وسارع الناس فيه إلى التطبيع وأصبح الفلسطينيون أصبحوا أعداء للعرب وللمسلمين، وما سمعنا بهذا في الملة الأولى ولن نسمعه في الملة الآخرة، ولكن سمعنا بعض المطبعين المسارعين إلى التطبيع. لذلك الإمام هذا عليه أن يتكلم وأن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أي ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من الله سبحانه وتعالى، توكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبك ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وكن الضمير وكن لسان هذه الأمة تتحدث عن همومها وعن مشاكلها وعن قضاياها ولا تكن يعني بعيدا عن هموم هذه الأمة.